تماما. انتوا اول شيء نحن بنعرف كلياتنا الحرب اللي كانت في سوريا والمشاكل اللي كانت في سوريا هي اللي خلتني انا اطلع من بلدي واجي على المغرب قبل ستار اكاديمي، قبل التجربه الحلوه هي. فكان اختياري انه المغرب، كونه بابا كان طبيعه شغله موجوده في المغرب، فاستقريت ودرست وقبلت في ستار اكاديمي من المغرب، واضطريت ارجع على المغرب لانه هي كانت المكان الامن بالنسبه لي يعني في النهايه. والحمد لله المغرب انا اعطتني كثير شغلات حلوه، يعني كل شيء بقدر الله الحمد لله بيكون محله الحمد لله رب العالمين. هلا بالمنطق كنا عم نشتغل غنيه كثير حلوه، وغنيه انا كثير كنت معجب فيها وهي غنيه مغربيه، وهي كانت الغنيه بالنسبه لي جدا سبيشال، حبيتها وحسيتها بتشبهني، ولو كانت مغربيه حسيتها بتشبهني. ولكن في الاخير التعامل ما يعني ما في شيء نيجاتيف للاسف، يعني اكيد تحياتي لدي جيفان، فنان كبير وبحترمه وعلاقتي فيه تربطني بصداقه اكثر من شغل، بس انه في شيء ما زبط، في شيء ما كمل مزبوط، ولكن ممكن الخير لقدام وممكن اتعامل معه بالمستقبل اكيد لي شرف. رنا كانت من اعز الاشخاص عندي ومن اكثر الاشخاص القريبين الي، يعني هي كانت الشخص اللي فعلا برتاح معه وصديقي، بحسه صديقي وقريب مني. للاسف صار في الاخير سوء تفاهم، وما شاء الله سبحان الله يعني مرقت 5 سنين نحن كنا على تواصل جدا ضئيل وجدا خفيف، ولكن لما شفنا بعض في المغرب ووصلنا لواحد العمر اللي فيه نضوج اكثر، فتصالحنا. وانا بقول دائما هلا وما زال بقول رنا صديقه عمري، وانا كثير برتاح معها وصديقتي جدا وقريبه مني كثير، الانتيم تبعتي. هلا انت جوات الاكاديمي انت مضطره تتعاملي وتحكي وتتعودي، يعني 4 شهور مو سهله. انا شخصيا قضيت تقريبا شي 3 شهور في الاكاديمي، هذوك 3 شهور انا ما حسيت فيهم بنقص، يعني كان وقتي معبى كثير وكان في نشاط مع رفقاتي. لما بتطلع يصير عندك التزامات، بالنسبه لي انا رفقاتي كلهم اللي كانوا في ستار اكاديمي على تواصل معهم، ودائما نطمن على بعض، دائما نطمن مع بعض ودائما نسال على بعض، فبالعكس علاقتنا جدا قويه. ولكن غير المسافات وكل واحد ببلد هذا عامل بيلعب دور كثير كبير انه ما نحن ما نتواصل كثير مع بعض. هذا اكبر غلط، هذا اكبر غلط انا بالنسبه لي اكبر غلط، لانه انت دخلتي على ستار اكاديمي وعملتي نجوميه حلوه والعالم عرفتك، فانت لازم تطلعي وتكملي لحالك بعدين، يعني ما نحن رح نتم نقدم في برامج ونحن اصلا اخذنا اسم وعملتي نجوميه، لو كانت 20% او 30% او 40% انت لازم تكملي وتشتغلي عليها. اما انت عم تدوري على الاحسن وكذا وتتمي من برنامج لبرنامج، هذا انا بالنسبه لي فيه شوي يعني كاني عم تتنازلي ولشيء انت عملتيه عم ترجعي بتعيديه. فالحياه كلها تجارب، لازم نحن خلصنا من شغله نفكر بشغله ثانيه اكثر. هلا كلهم بيجتمعوا على شخص واحد وانا بجتمع معهم، يعني اكيد يعني سعد المجرد اكيد تحيه كثير كبير له، والله يفكه من محنته يا رب. وانا هذا الشخص بحبه لانه ذكي، ذكي ذكي باخلاقه، ذكي بفنه، ذكي بحضوره، ذكي باختياراته، ويعني اي شيء وصله ممكن يستاهله. فانا بالنسبه لي شخص حاول يوصل الغنيه المغربيه لواحد المنطقه بعيده عن المغرب، فهذا اهم، يعني هذا بحد ذاته انجاز. انا شوفي كره القدم بعيد عليها كل البعد، انا ريالي، ولكن تعرفي هذاك الشخص اللي بحب الفريق وما بيعرف شو اوضاع شو وضعه شو المشاكل اللي فيه شو اسماء الفريق. انا بصراحه ما بهتم بالامور، انا عندي التنس كان شوي اخذ شوي من حياتي اكثر من كره القدم. كره القدم بحبها لما بكون مع رفقاتي بشوف ماتش حلو. شوي بعيده بكير لسه في شيء اهم لازم نعمله. هذا الموضوع ما بفرق، يعني ما بفرق معي شيء ابدا، سواء كانت سوريه ولا مغربيه ولا اي جنسيه، ما بتفرق معي. رب العالمين لما بيبعث القدر لازم نحن نمشي معه، ف
فأي شيء بعته رب العالمين الحمد لله رب العالمين إحنا ماشيين. يعني هذا الموضوع بالضبط مستحيل تخططي فيه لأنه ممكن يجي غير هيك. شوفي نسبة الجمال عندي أنا جدا مهمة. يعني بكون عم بضحك عليك إذا قلت لك جمال مو مهم. أكيد جمال عندي مهم. أكيد ماشي بمية في المية. في شيء إشي بتتجزأ. تكون عقل كبير. تفهمني مزبوط. وبحب البنت المثقفة كتير. لأنه ما بتحجني أتعذب معه. تخليني مرتاح. وبس وتكون روحها حلوة. تكون روحها أحلى من شكلها. هذا أهم شيء عندي. يعني تكون بتضحك بعض الأحيان هيك تكون فيها عندها هيك هذاك المود الطفولي اللي بحبه أنا. خليها مفاجأة. المهم الغنية سورية باللهجة البيضاء بين اللبنانية والسورية. هذا اللي فينا أقوله. هو عشان أريح العالم لأنه كلهم عم بيسألوني إذا بتريد تغني رومانسي. فبرح أريحهم وقال لهم رومانسية 100%. تحية كثير كبيرة وقالي شرف أنه أنا أكون معكم في هذا اللقاء. وإن شاء الله دايماً نكون عند حسن ظنكم ونكون دايماً بأعمالنا عم نوصل رسائل حلوة. وهذا نهار كبير. على فكرة عجبني اللوجو أنا تبعاً حبيته. تلبس أبيض تلبس أسود الزين هي مولاته حبيبة قلبي كتب بيلون لبساته بيلون لبساته بالغول كعب عالي موت أنا في الزين ديالي نطلب عمري نعطيها الغالي يرخص للغالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.